من الأسباب أيضا التي إذا حافظ عليها الإنسان كانت سببا في خشوعه في الصلاة أن يبكر للصلاة. ذكرنا أن التبكير للصلاة بيكون إمتى؟ مع الأذان، بيكون مع الأذان. أول ما تسمع الأذان تتوضأ وتخرج إلى المسجد. وذكرنا أن العلة من التبكير إيه؟ أن أنت تترك فاصل بين آخر ما كنت تفعل وبين الصلاة، لأن طبيعة العقل البشري أنه بيفضل مشغول بآخر شيء هو كان بيعمله. فلما تترك أنت فاصل زمني لو مثلا في حدود 20 دقيقة من ساعة الأذان لغاية الإقامة، هتذهب إلى المسجد، هتصلي السنة، هتعمل فاصل، فيبدأ تحضر عقلك وقلبك للصلاة، تهيئهم. ذكرنا لها قبل ذلك مثال بالإيه؟ بتسخين العربية. الواحد لما يروح يركب عربيته بيعمل إيه؟ ما بيدورش ويطلع، بيتركها إيه؟ عشان تسخن. طب ليه علشان تسخن؟ علشان يكون أداءها أحسن في السير. كذلك العبد إذا ذهب إلى الصلاة مباشرة بعد آخر شيء هو كان يفعله أيا كان هذا الشيء، فلا شك أن عقله سيكون منشغل بآخر شيء كان يفعله. فلما أنت تبكر للصلاة أنت بتترك فاصل كبير بين آخر ما كنت تفعل وبين الإيه؟ الصلاة، فعندها يعني يحضر قلبك ويحضر عقلك في الصلاة.